تحية طيبة إليكم مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم. وفيها قال مستثمرون وخبراء أن تعديل قانون هيئة أسواق المال الذي أقره مجلس الأمة الكويتي مؤخرا يشكل خطوة في طريق طويل لتحسين أوضاع البورصة. وأقر مجلس الأمة في الكويت بالإجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في تداولات وهمية، كما شملت التعديلات تغيير قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية، بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة تتراوح بين 26 و44% من أسهمها منفردا. قال مسؤولون في قطاع النفط العراقي إن بغداد تخطط لفصل الخام الثقيل الذي ينتجه من حقوله النفطية في جنوب البلاد عن خامه الرئيسي، وذلك للتقليل من مشاكل الجودة التي تؤثر سلبا على صادراته. وأشار المسؤولون إلى أنهم سيسعرون خامهم الثقيل بسعر أرخص من منافسيه، حيث من المتوقع أن يزيد إنتاج الخام الثقيل ليصل إلى 350,000 برميل من خام البصرة الثقيل يوميا في المتوسط. قالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن اليونان قد تعاني إذا عجزت عن سداد التزامها المالية أو التزاماتها المالية، واضطرت للانسحاب من منطقة اليورو، في حين أن قدرة منطقة العملة الأوروبية على اجتياز مثل هذه الصدمة أفضل مما كانت قبل 4 سنوات. وأضافت أن منطقة اليورو الآن في وضع أقل عرضة للخطر بفضل تكامل قطاعها المصرفي وازدياد قوة وحدتها المالية. أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية أن برلين ستخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع، وأنها ستستهدف خفض ديونها لتصل إلى أقل من 70% من الناتج الاقتصادي العام القادم، ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992. فإن من المفترض أن تبقى دول منطقة اليورو أو تبقي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60% أو أقل. قالت شركة أبل إنها تتوقع أن يؤدي الاهتمام البالغ بساعتها الذكية الجديدة إلى طلب يفوق المعروض عند طرح المنتج الجديد بالأسواق في 24 أبريل القادم. وقالت أبل أنها ستتلقى طلبات شراء الساعة بشكل حصري عبر الإنترنت أثناء فترة الإطلاق الأولية، وبناء على استطلاع أجري في الولايات المتحدة بشأن اهتمامات المستهلكين بشراء ساعة أبل، خفضت شركة بي ام او كابيتال ماركس لأبحاث السوق توقعات المبيعات إلى 39 مليون وحدة حتى سبتمبر 2016. ختاما إلى أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، وفيها استقر سعر اليورو عند انخفاضه عند 1.604 دولارا، وتابعه الجنيه الاسترليني على استقرار أيضا فبلغ 1.4632 دولارا. أما في العملات العربية فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 2.666 دولارا، والدرهم الإماراتي 2.723 دولارا، بينما انخفض سعر الجنيه المصري إلى 1.311 دولارا. كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الاقتصادية. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.